احنا فرمونا طبعا اجيال وراء اجيال، كيف بيقولوها اجيال وراء اجيال، يعني من حوالي اكثر من 100 سنه. انا خلصت محاسبه وحاليا بشتغل محل الوالد، مريحين الوالد. هي الجيل الرابع، هذول اولادنا، هذول ما هن اولادنا. الوالد وجدي صرهم اكثر، بدك تحكي اكثر من 70 سنه، وصنع الواحد بيفتخر فيها. فرمونا طبعا اجيال وراء اجيال، كيف بيقولوها اجيال وراء اجيال، يعني من حوالي اكثر من 100 سنه. سيدي كان فرام من اكثر من 100 سنه، ابوي، انا الجيل تبعي والجيل الرابع طبعا، هي هذول اللي بيشتغلوا الشباب اللي قدامك، الجيل الرابع من اكثر من 100 سنه. طبعا شغلنا معروف، هو شغل العربي على الموديل القديم، على الحطب، على الخشب، على هذا، على الخشب، على طحين القمح. اهم شيء بنخلط في الطحين اللي هو القمح. زباينك كثير زي ما انت شايف، خبز وبيض ولحمه، مناديل، صواني كفته، صواني كفته بندوره، كفته بطحينه، موزات حبش، اضر اضر معاليق، ايش ما يخطر على بالك، حتى فلقه الجبنه بنقمرها بالفرن، حتى فلقه الجبنه. والله الحمد لله، هي معيشتنا اصلا، معيشتنا. وخرجت الحمد لله، خرجت دكاترة وأساتذة وأئمة مساجد، كلهم متعلمين يعني عائلتنا. والمتعلم برضه بيعرف يخبز، الدكتور بيعرف يخبز، الأستاذ بيعرف يخبز، الشيخ بيعرف يخبز. هو هي الجيل الرابع، هذول أولادنا، هذول ما هن أولادنا. النوعية والنفس الطيبة الحمد لله، وزبائننا هن نفسهم طيبة أصلا. إحنا بنفسهم بنشتغل، بنفس الزبائن اللي بيعرفوا طعم تمهم. بعدين كل وحده مش عبالها تشتغل تطبخ في الدار، كل حرمه مش فاضي تطبخ في الدار، روح اعمل لك اكله عند فرمنا. مناقش، جبنه بنعجلها وهن عجين، جبنه مع زيت مع سمنه، شويه كفته مع بيض. وهي الميزه الوحيده انها بالبلده القديمه، هو التراث اصلا، تراث نابلس هو البلده القديمه. خلصت محاسبة وحاليا بشتغل محل الوالد، مريحين الوالد. عندنا محل ملابس، بس أخلص من الشغل من هون بنروح على الشغل الأساسي اللي هو محل الملابس وبشتغل هون. وهي هاي صنعة، يعني احنا صرنا الوالد وجدي صرهم أكثر، بدك تحكي أكثر من 70 سنة، وصنعة الواحد بفتخر فيها، والحمد لله وخرجتنا ودرستنا، وهي ان شاء الله احنا بنتوارثها من بعدهم. مبدا انها تراثيه، انه النكهه اللي فيها انها نكهه الحطب، نكهه انه على البلاط الخبز والخبز العربي والخبز البيض، وهي كلها نكهات من زمان، ما قليل اللي هلا حاليا بيشتغلوا فيها. فعشان هيك احنا بنعدها تراثية. احنا هون عندنا خبز بيض، بنعمل خبز بيض وكفتة، خبز بيض وجبنة وزعتر، وإضافة لخبز المرق العادي اللي هو القمح اللي زي هيك، وشوي صواني. كمبدأ في ناس بتشتغل هذا، بس مش بنكهة الحطب ومش بنكهة التراث القديم. اما في نفس الفكره اللي زي هيك على التراث الحديد الحديث، في هذا المبدا اللي احنا بنشتغل فيه على الاغلب، فيش ما في الا احنا، يعني اللي هو فرن منى، فرن ابو انور منى.